بث الموريتانيا للمباريات الافتتاحية لكأس أوروبا. نعم، هذه أيضا فرصة لأول مرة على قناة أن نشرح بشكل رسمي ما جرى، لأن هذه القصة عاد فيها ياسر من أكاذيب والقصص والسخرية وما كان. إحنا وقعنا عقد رسمي، أنا من أشرفت عليه صحبة زميلي مدير التجاري سيدو للنمير مع شركة لديه الحقوق، ما هي أخذتها من بن سبور وأخذتها من الاتحاد الأوروبي مباشرة لكرة القدم، ويرأس صحفي تونسي معروف اسمه إيدي أمير، ومقرها معروف وموقعها معروف، واشترينا معها الحقوق المقابل المالي. ماني مرغم عن نقولي غير اشترينا من الحقوق المالي للمباريات فضائيا، والعقد نحن أوخرناه مكتوب فضائيا. أليس تباع مستوى محتكرة لا لا، هذا في بلطجية مارستها علينا عرب سات، ولا بد أن نوضحها لأن التلفزيون كها رسمية لم يوضحها، ولكن أنا كشخص أوضحها لكم تما. هو بالطبع إحنا أن الحق وخ مباراة فضائيا حسب العقد والفضل خلصنا، وبين سبور من وخ مشات حشيجاج والقمر الصناعي زودنا شركة البث بالعقد، شركة البث عن طريق مديرها زودت بين سبور بالعقد، وقال لنا فعلا انتم عندكم الحق، وانتم عندكم الحق تبثوا فضائيا. يا غير احنا عرب سات عندنا ياس من المصالح مع بن سبور، وبالتالي ما نقدروا نقبلوا اي مده حتى لو عندها حقوق فضائيه تبث ما هو بارك. راك طالبينكم ترجعوا البث الارضي، والله مولي تودوا احنا عندنا قدام خيارين، عرب سات من متحكمين فيها، وبالتالي احنا ما عندنا خيار، لما وقفوا البث له يوقفوا من رؤوسهم، هذا اسمه قانون الفتاه. والله واحد منك يمدي، وهذه فكرة مطروحة وراني نقولها قدامكم عن القناة الثانية إن شاء الله، اللي تعود في المبتكرات وحول شور القمر الإفريقي حتى نتمكن عنه. اشترينا حقوق فضائيا نبثوها فضائيا، لأن احنا الآن اشترينا حقوق فضائيا ولنا قادرين نبثوها فضائيا، وهذا فيه ياسر من المداخلات القانونية. وبين سبور ما تقدر تعدل معانا شو اسوى شنو بينا، احنا عندنا القانون. الموريتانية لم تتلقى استفسارا او توقيفا؟ لا لا لا، تلقينا استفسار وفتحنا معاهم فيديو مباشر وتحدث معاهم، وكان الاخ سيدي هو المباشر معاهم وتحدث معاهم وبين لهم الامور القانونيه، وحتى انا عندهم محامي رفع دعوه على الشركه اللي في هذا وتاكد منها. احنا موريتانيا عندنا جانب شمال افريقيا، وعلى اساس يبان هناك العقد لا في شمال افريقيا بس في بن سبور، ولكن في غرب افريقيا يبان هذا. المشكله المطروحه عن بن سبور عندها عقد مع عرب ساعه ما تخل مباريات ما هو هي، وبالتالي نحن الان عندنا مجبرين عن ذلك، ولكن المشكله الان نحن الان نبث المباريات ارضيا، وان شاء الله وهذه فكره دور تنفذ نحاولوا عن القناه الثانيه نحولوها شورى 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 البث القمر الافريقي، وبالتالي ناخذ حقوقنا فضائيا. وكنا نحن سارقين ولا قاموا شي ما هدنا، ما يسكت عنا بن سبور ولا يسكت عنا عرب سات ولا موشب، دور تتمرقها منه ودور تعني بها بيان وتوخرها. وعقب ذلك مولي حرام لمواطن موريتاني يحترم نفسه ويحترم وطنه أنه مجرد عود قناة أخرى ضد الموريتانيا أو ضد الوطن يقبل فيها. أنت عندما تنتقد الموريتانيا ولا تنتقد شنقيطي، لا تنتقد نفسك، تنتقد أنت. إذا عندك حسابات مع مدير شنقيط ولا مع الموريتانية ولا مع مديرة الموريتانية، ما ينبغي أنك تحولها ضد الوطن، أو قف مع الوطن في الوقت المناسب، وأنك ساعة صفي حساباتك مع الأشخاص